مشاهدينا، فشلت الحكومة المصرية ممثلة في وزارتي الخارجية والآثار في وقف عملية بيع تمثال كبير كتبة الفراعنة سيخمكا في صالة مزادات كريستي بالعاصمة البريطانية لندن، والذي تم بيعه بقيمة 16 مليون جنيه استرليني، أي ما يقترب من 180 مليون جنيه مصري. وجاء المزاد الأخير والحملة التي دشنتها وزارة الآثار على موقع فيسبوك لوقف بيع التمثال الذي يبلغ من العمر أكثر من 4000 سنة، ليفتح ملف الفشل الحكومي المتواصل في التعامل مع ملف الآثار المصرية المهربة للخارج، واستمرار تواصل عمليات التهريب بشكل منظم في ظل عجز حكومي عن حماية تاريخنا العريق. والسؤال، إلى متى يتواصل نزيف الآثار المصرية إلى خارج البلاد؟ ولماذا فشلت الحكومة في وقف مزاد علني على أحد التماثيل المصرية؟ وهل تسعى الحكومة المصرية لاستعادة الآثار المهربة؟ أم أن تواطؤ بعض المسؤولين الكبار في تهريبها يجعل يد الحكومة مغلولة؟ لم يعد غريبا بعد استمرار عمليات نهب الآثار المصرية في الداخل أن تعرض للبيع في الخارج بالمزاد العلني. التمثال المصري النادر سخمكا الذي يعود تاريخه إلى 4000 عام عرضه مجلس بلدية نورثمبتون للبيع في إحدى كبرى صالات المزادات في لندن، مبررا ذلك برغبته في تمويل عملية توسعة متحف مدينة نورثمبتون. وبالفعل بيع التمثال بحوالي 16 مليون جنيه استرليني. بيع التمثال تم رغم احتجاجات قام بها معارضون مصريون وأجانب، ورغم محاولات قامت بها السفارة المصرية لمنع إتمام العملية التي وصفتها بالإجراء غير الأخلاقي المخالف للأعراف التي تحكم عمل المتاحف ذات السمعة الدولية وإساءة لقيمة الحضارة المصرية القديمة. تأتي هذه الحادثة لتفتح ملف سرقة ونهب الآثار المصرية، فما زالت المواقع الأثرية تتعرض للسرقة بشكل دوري دون وجود رقابة حقيقية من جانب الأجهزة الحكومية، بل أحيانا يتم بتواطؤ بعض أفرادها. بينما تعاني آثار أخرى من الإهمال الشديد الذي حولها إلى خرائب وسط انتشار عمليات التنقيب غير القانونية. الدكتور علي الأصفر رئيس قطاع الآثار المصرية قال إن استعادة التمثال أمر شبه مستحيل، خاصة أن وزارة الآثار لا تملك ما يثبت حق الملكية بسبب خروجهم من البلاد بطريقة غير شرعية، ما يهدد أي إجراءات قانونية يمكن أن تتخذها مصر بالفشل. بينما اكتفى وزير الآثار بالإعلان عن تأسيس إدارة جديدة للأزمات والكوارث تعمل على تفادي ما يمكن أن يهدد ثروات مصر الأثرية والتاريخية. لمناقشة ملف الآثار المصرية المهربة في الخارج والتعامل الحكومي مع هذا الملف، أرحب بضيفي في استوديو مصر الليلة الكاتب الصحفي صلاح بديوي، وهو مؤسس حركة ناصريون ضد الانقلاب. أهلا بك معنا. أهلا وسهلا صلاح. أستاذ أحمد. نعم. أهلا وسهلا مشاهدينا. هذا هو سيخم كافي، هذه الصورة خلفي. هذا التمثال هو مصري، هرب من مصر يعني منذ ما يقرب من 150 عام، وكان في أحد المتاحف البريطانية، وبعد ذلك منذ أيام قليلة بيع في مزاد علني بما يقرب من 180 مليون جنيه مصري. فشلت كل الجهود الحكومية في استعادة هذا التمثال. ما رأيك في هذا أستاذ صلاح؟ المصيبة أنه التمثال بيعه في قاعة كريستي في لندن، أشهر القاعات وعلانية، رأيي أن احنا مع أنه الأمور دي بتتم تحت إشراف الدولة المصرية، سواء قبل ثورة 25 يناير أو بعد ثورة 25 يناير. عفوا بس في هذه النقطة، أولا التمثال دوت اتهرب من مصر أكثر من 150 عام، يعني هذه واحدة، وبالتالي لا نستطيع أن نحمل الحكومة الحالية أو حتى الحكومات الماضية أن هي مسؤولة عن التمثال. إهمالها دي حاجة. الحاجة الثانية أنه يقال أن السفارة المصرية في لندن والسفير المصري حاول مرارا وتكرارا أن يوقف عملية البيع لكن فشل في ذلك. ولكن قبل أن تستمر في إجابتك عن سؤالي الأول، دعنا نشارك معنا من القاهرة الدكتور عبد الحليم نور الدين، أستاذ الآثار المصرية بجامعة القاهرة والأمين العام للمجلس الأعلى للآثار سابقا. أهلا بك معنا دكتور عبد الحليم. أهلا بك أستاذ أحمد. أهلا، كل سنة وأنت طيب. وأنت طيب يا فندم. ابتداء تعليقك على بيع أحد أهم الآثار المصرية في لندن في مزاد علني وفشل الحكومة في أنها تمنع عملية البيع، تفضل.
هي ليست هذه المرة الأولى، هناك قوانين منظمة لعملية الاتجار في الآثار، البيع والشراء. القوانين في أوروبا تسمح بالاتجار أو بالإتجار، وبالتالي يمكن للمزادات أو لما تسمى بمحلات الأنتيكات أن تتعامل مع الآثار. لكن طبعا بعض البلاد العربية القوانين فيها لا تسمح بالاتجار في الآثار، إنما في معظم دول الشرق الأوسط باستثناء دولة كإسرائيل هي التي يمكن أن تتاجر فيها بالآثار. وبالتالي ليس من حقنا أن نوقف مزاد، وإنما نستطيع أن نشتري القطعة والتي تبقى بثمن باهظ جدا. متى نستطيع أن نطالب بها؟ إذا كانت القطعة، إذا ثبت أن القطعة مسروقة، كانت مسجلة في سجلاتنا، مسروقة مقطوعة من مقبرة، من معبد، مسروقة من متحف، نبشت في أرض مصرية إلى آخره. لكن فيما يتعلق بالمزادات، القوانين ليست في صلاحنا للأسف. طيب. حتى ما قبل 73 ليس من حقنا نحن ما قبل 73. يعني هل دكتور عبد الحليم ده يقودنا لسؤال مهم، كلام حضرتك بيقودنا لسؤال مهم، يعني ألا نستطيع أن نعمل على تغيير هذه القوانين؟ في الآخر دي أثرنا ودي حقوقنا وحقوق الشعب المصري وتاريخه، ألا نستطيع أن نعمل على تغيير هذه القوانين ونستعيد أثرنا على الأقل اللي بتعرض في مزادات علنية للبيع؟ أنا معك تماما. يعني أنا من سبقوني في هذا الميدان، أنا طبعا أستاذ قبل أن أكون رئيسا لهيئة الآثار مرتين، ومن جاءوا من بعدي الأوروبيين لا يقبلوا هذا المنهج، منهج التفاوض. احنا حاولنا إرجاع تاريخ اتفاقية استرداد التراث اللي مصر وقعت عليها وبعض الدول العربية سنة 73 من قبل اللي أعدت من قبل اليونسكو، قلنا رجعونا يا جماعة ل 1900 مش 1973، نستطيع أن نسترد أو نطالب بما هو قد خرج من مصر أو سرق من مصر أو نهب من مصر أو خرج خلفه من خلال الحفاير أو النبش الأثري ابتداء من سنة 1900. لكن هم متمسكين بالقطعة، وفي استحالة، حتى في استحالة أن احنا نعرض حجر رشيد أو نعرض راس نفرتيتي أو غيرها من الآثار المهمة جدا عرضا مؤقتا. التفاوض بين رؤساء جمهوريات وملوك وبين وزراء ثقافة هنا أو هناك، ورغم ان انا دارس في بلادهم واخد دكتوراه من هولندا ودكتوراه من انجلترا، لكن ما عندهمش تسامح في مثل هذه الامور. حاولنا نحن نضغط بشكل او باخر، لكن الضغط لم ياتي بالنتيجه التي نرجوها. طيب دكتور عبد الحليم، ارجو يعني ان تبقى معي، ساعود اليك مره اخرى. قطعتك استاذ صلاح، عفوا، تفضل اجب عن سؤالي. يا سيد الفاضل، الاثار المصريه بتتعرض اساسا لمخطط رهيب. المخطط ده بينفذ على عده مراحل، منها المرحله اللي هو قبل 25 يناير. يعني مثلا في عندنا الانفلات الانفي الامني، في عندك الفساد الداخلي المرتبط بالمافيا الدوليه، في الاختراق الصهيوني للاثار المصريه وده في قمه الخطوره. دول ثلاث محاور بتواجهها الإثارة، فالهجمة شاملة هنا. القضية هنا مش قضية تمثال، الآلاف من قطع الآثار هربت للخارج وكانت وتم استبدالها بآثار مقلدة. المعارض كانت السيدة سوزان مبارك بحرم الرئيس السابق كانوا بيهربوا، إذا طلعوا الآثار يأجروها المعارض برا، وبعد ما يأجروا ده محتاج الكلام ده محتاج ليه؟ للي انت تعطينا أدلة أو أمثلة حتى لا نلقي بالاتهامات جزافة. في أدلة وأمثلة. في بلاغ مقدم للنائب العام، أنا عندي رقمه هنا، البلاغ رقم 8130 سنة 2011، اتهمهم فيه بتهريب 275 قاصعة أثرية نادرة للعرض بالخارج، منها في استراليا ومنها في الولايات المتحدة الأمريكية، ولم تعد تلقى القطع حتى الآن بالمخالفة للقانون. وطالب النائب العام أنه يحقق في الموضوع ده، والنائب العام أحال القضية فعلا. طيب. عشان طيب دي نقطة مهمة، ولم يبت فيها حتى الآن. أعتقد أن احنا يجب أن نشرك فيها الدكتور عبد الحليم. دكتور عبد الحليم، بصراحة شديدة، هل نحن أمام عمليات منظمة وممنهجة منذ سنوات طويلة، يعني فيما يخص تهريب الآثار المصرية للخارج؟ في بعض الأحيان كان يشترك فيها بعض المسؤولين الكبار أو يسهلوها بشكل أو بآخر، أم أن هذا الكلام بقدر كبير من المبالغة يعني؟ يعني طبعا محاولات سرقة الآثار ووجود عصابات داخلية وإقليمية أو محلية إقليمية دولية، ده أمر قائم ومعروف. محاولات إسرائيل قائمة بشكل أو بآخر،
بأحجام مختلفة من فترة إلى أخرى، محاولات مواطنين مصريين غاب عنهم الضمير وغاب عنهم الوعي الأثري أيضا قائمة، لكن ما أقدرش أقول أن القضية مفتوحة إلى هذا الحد، وأنا بتحمل مسؤولية كوني لأربع أو خمس سنوات رئيس هيئة الآثار، وما زلت رئيس الاتحاد الآثريين المصريين ورئيس لجنة الآثار في المجلس الأعلى للثقافة. ما فيش أي دليل على أنه في قطع أخرجناها في معارض ولم تعد. القطعة اللي سبيل الفاضل ضيفك الكريم بيتكلم عنها جرأ جدل أيضا، لكن قالوا أن هذه القطعة موجودة في أستراليا أو موجودة في كندا ولا بد أنها عادت، أنا لا أستطيع أن أتابعها، لكن لا أستطيع أن أقدم دليلا على حكومات سابقة ولا أنهم سرقوا بعض. جرأ نائب جرأت سرقات في نوع من التسريب للآثار، مش بس أنا كنت رئيس المنظمة العربية للمتاحف، ده مش بس في مصر وإنما في كل البلاد العربية. طيب. هناك تسريب للآثار من المتاحف ومن المناطق الأثرية. علينا أن نوحد قانون الآثار، علينا أن تكون لدينا حراسة قوية بشرية وبأجهزة الإنذار حتى بالطائرات اللي طيب. للحقيقة يا دكتور حضرتك يعني كلامك في النقطة دي مهمة يا دكتور عبد الحليم، ممكن ما يكونش لنا مشارك في التهريب، لكن لا أعمل بجدية على منع تهريب الآثار المصرية، ودي نقطة عايز أثيرها مع حضرتك، لكن ابقى معي. وينضم إلينا عبر الهاتف من القاهرة الأستاذ نبيل فوزي مدير عام بوزارة الآثار ورئيس وحدة المضبوطات الأثرية بمطار القاهرة سابقا. سيد فوزي، بحكم منصبك السابق كرئيس لوحدة المضبوطات، كيف تقيم عموما عمليات مكافحة تهريب الآثار من مصر؟ سيد فوزي بالطبع يعني لو تستمع إلي عبر الهاتف يكون أفضل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هو الحقيقة أنا مع احترامي للأستاذ الدكتور حضرتك ممكن تخفض صوت التلفاز قليلا واسمعني عبر الهاتف. نتكلم عن إن إحنا نشتري التمثال فالحقيقة طبعا حكاية ان احنا نشتري التمثال ده عملية غريبة جدا، وانا لا اوافق على هذا الكلام مع احترامي الدكتور عبد الحليم نور الدين ومع احترامي الاخ المسؤول اللي اتكلم. يعني ايه اثرنا ونشتريها؟ هو المفروض على اي دولة بتحترم نفسها ان المفروض هذا التمثال فرعوني، يعني ملك مصر، يعني من الاداب ومنظمة اليونسكو لازم تتدخل في ارجاع هذا التمثال الى مصر بدون اي اجراءات. تمثال فرعوني يبقى تمثال بتاع مين؟ بتاع مصر. انا ماليش دخل انا بقى اتسرق والقانون ومش القانون والاجراءات، من الاداب. لو العالم كله بيعتبر ان التراث المصري تراث عالمي، على كل دوله انها ترجع كل الاثار المصريه. سيد نبيل، للحقيقة كلام حضرتك مهم ويستوجب الرد من الدكتور عبد الحليم. تفضل أستاذ نبيل لو سمحت ابقى معي سأعود إليك مرة أخرى سريعا، لكن أعتقد أن هناك رد لدى الدكتور عبد الحليم فيما يخص فكرة عودة الآثار. تفضل دكتور عبد الحليم، ردك على ما ذكره سيد نبيل فوزي. مع احترامنا لابننا وكلهم أبنائي، يعني لا نستطيع أن نقول أن في كل حاجة يمكن أن نشتري، ولا يستطيع أيضا أن يضع في الاعتبار أن القوانين نضرب بها عرض الحائط. أنت تستطيع أن تنتزع قطعة وجدتها في الخارج إذا كانت تحمل أرقام تسجيل ولديك الدليل بالسجلات، وده أمر جرى مع الاسكوتلاند يارد وغيره مرات عديدة، لكن قطعة تباع في مزاد نحن لا نعرف لا مصدر خروجها ولا متى خرجت ولا كيف خرجت إلى آخره. لكن أنا عاوز أقول إذا كانت مصر حريصة على قطعة، أنا ما قلتش إن أنا أبحت ولم أسمح بهذا في الوقت اللي تحملت فيه المسؤولية، إن احنا نروح نشتري من المزادات لأنه الأسعار غالية جدا ومن المستحيل التعامل معها، لكن احنا علينا أن نتعامل بالقانون ونفهم القانون ونفهم اتفاقية استرداد التراث. طيب. الذي هو علشان نفهم يا دكتور، القطعة اللي من حق مصر تستردها هي فقط القطعة اللي تستطيع إثبات إن دي قطعة مسروقة أو مهربة بطريقة غير شرعية؟ مسجله طبعا، وبعدين ما اقدرش اقول كل حاجه فرعوني بره تبقى ملك، تم المسلات تملا روما. حضرتك الا تعلم ان روما فيها 13 مسله ومصر باكملها فيها 7 مسلات؟ هل نستطيع ان احنا نطالب بها؟ معروف ان دي مسله مصريه، لكن نستطيع ان نطالب بها بحكم القانون اللي هي اتفاقيه استرداد التراث. وهي في الاصل خرجت ازاي يا دكتور؟ يعني انا عارف ان هي خرجت من مئات السنين على سبيل الاهداء وعلى سبيل السرقه، و ظلت فترات طويلة الآثار من مصر تسرق أيام اليونان وأيام الرومان، وحتى جرت سرقات في زمن الحضارة المصرية نفسها، وجرت
دقات في عهد أسرة محمد علي. في مجموعات كاملة في متحف ليدن في هولندا وفي متحف الفن في فيينا. طيب ابقى معي يا دكتور عبد الحليم لأننا قطعنا الأستاذ نبيل فوزي. عودة إليك أستاذ نبيل، يعني الرجل ببساطة يقول هناك قوانين دولية تحكم هذه المنظومة، لا نستطيع أن نتخطاها بأي حال من الأحوال، حتى لو دي كانت أثرنا ويعني خرجت من مصر منذ أكثر من 150 عام يعني. الو، انا سامع حضرتك يا استاذ نبيل وبسالك. اتفضل. المفروض ان احنا كدوله مصريه قصيده ما فيش في العالم كله. الو، سامعك يا استاذ نبيل كويس جدا، اتفضل. الو، اثارنا الفرعونيه معروفه على مستوى العالم. انا اثارنا الفرعونيه معروفه لدى العالم كله. هل امريكا مثلا عندها المسله؟ عندها حضارة فرعونية؟ هل أسبانيا؟ هل لندن؟ يا جماعة الموضوع مش محتاج قوانين، محتاج آداب. دول عالمية بتحترم نفسها، المفروض ترجع كل الآثار المصرية في العالم. طيب الآداب دي غير متوفرة، إيه المطلوب من الحكومة المصرية الحالية أن تفعله مثلا تجاه يعني الحادثة الخاصة بكبير الكتبة الكهنة المصريين سيخم كا والذي بيع بالفعل في مزاد علني في لندن منذ أيام قليلة يعني؟ أنا بطالب حضرتك إن في المطار تتخذ إجراءات أن تخضع جميع الحقائب الدبلوماسية تحت أشعة إكس راي، مع احترامي لجميع الدبلوماسيين، تخضع حقائب الدبلوماسية في المطار لجهاز أشعة إكس راي. يعني وكأنك تشير إلى أن بعض هذه القطع تخرج في حقائب دبلوماسية يا سيد فوزي؟ نعم، لا يستثنى الحقائب الدبلوماسية من الكشف. ده أسلوب ممكن من خلاله تمثال، يعني ممكن يكون ثمنه ملايين، يتحط في شنطه سكرتير اول او سكرتير ثاني، ما بيتفتش بتطلع. فانا بطالب بهذا الكلام. وده ما كانش متبع، وانت كنت مسؤول سابق في المطار، هذا الامر ما كانش متبع في هذا الوقت او ليس متبع حتى هذه اللحظه يا سيد نبيل؟ اللي هو ايه حضرتك؟ اللي هو ان الحقائب الدبلوماسيه تخضع لفكره الاكس راي اللي حضرتك بتتكلم عليه. لا لا، انا بطالب بهذا الاجراء، واجراء ملح جدا. وماذا؟ ولابد من اتخاذ اجراءات من وزاره الخارجيه باتخاذ ضد اي دوله مش عايزه ترجع اثارنا، لابد ان يكون اجراءات ضدها، ونمنع الحفاير لاي دوله تيجي تعمل عندنا حفاير، او البعثات الاجنبيه نمنعها انها تعمل اي شغل في مصر بعد كده. طيب، لأن احنا ما احترمناش الطراز بتاعنا. ابقى مع سيد نبيل، سأعود إليك. سيد بدوي، ما رأيك فيما قيل إن احنا فكرة الاستهانة بحفظ الآثار بشكل جيد، العمل على منع التهرب، هل ترى أن الحكومة الحالية والحكومات السابقة متراجعة في هذا الأمر بشكل كبير؟ يا سيدي، اللي قاله الدكتور نور الدين غير مقنع بالمرة. بمعنى أنا مش مقتنع أن القانون الدولي بيمنع دولة زي مصر أنها تعيد آثارها من الخارج اللي تم الاستيلاء عليها. هو في ضعف بالفعل، في ضعف. لا، هو في ضعف في قوانين متعددة. ما هو القوانين الدولية كلها زي في منظمات بتلزم الجهات اللي سرقت الآثار أنها بترجع الآثار تاني، برضي موجودة في العالم فمعنية بالآثار. في واحدة زي اليونسكو بالضبط، إحدى المنظمات أنا مش متذكر اسمها دلوقتي، بتلزمها وهي اللي بتتدخل كمان عشان تعيد الآثار لبلدها الأصل. والوضع ده فهو ضعف، الحكومة ضعيفة والله. وسياسيا الحكومة بتملك أنها تجبر الدول اللي فيها الآثار المسروقة أنها تعيد آثارها عبر إجراءات سياسية تتخذها. أي قانون؟ طيب يا سيد، هو إساءة الهرم ونقول قانون يا سيد نور الدين، هي إساءة أبو الهول ونقول قانون. أما كانت مصر مثلا من الممكن أن تتوجه لمنظمة كمنظمة اليونسكو على الأقل فيما يخص هذا المثال الأخير الخاص ببيع تمثال أثري في أحد المعارض المشهورة الدولية بشكل علني. يعني اليونسكو هنا ما كانتش تقدر تعمل حاجة لمصر في مثل هذه القضايا سيد نور الدين أم لا؟ إذا كانت القطعة قد سرقت فلدينا دائما كتيب يعلن فيه آثار مسروقة، ويمكن أن تتابع من قبل اليونسكو أو من قبل الأيكوم المجلس الدولي للمتاحف أو الإكروم أو الإيكوموس أو إلى آخره. لكن بحكم القانون علينا أن نلتزم بالقانون. في 26 دولة سعت لاسترداد آثارها، 26 دولة
ولم تنجح سوى اليونان في استعادة جزء من واجهة معبد من معابد ومعبد البرشينون. إنما المفاوضات بين الحكام ربما قد تنجح لكنها لم تنجح النجاح الذي نتوقعه. طيب حضرتك شايف فعلا إن إحنا كان لدينا نية حقيقية وقوية، وأقصد بالنية هنا تحرك حقيقي على الأرض، الحكومات السابقة والحكومة الحالية في فتح هذا الملف مرة أخرى، ملف تغيير مثل هذه القوانين، وإحنا بنسترد حقنا في النهاية يعني؟ هي جرت محاولات لكن ليست كافية وليست لها صفة الاستمرارية. احنا عاوزين لما ناخد الامر ناخده بجدية وبدراسة، مش بس هنقعد نقول اثرنا المصرية ولا اثرنا الفرعونية ولا اثرنا اليونانية، لا، الامر محتاج دراسة وجدية وتفاوض وتعامل مع القانون الدولي، ونستطيع في هذه الحالة ان نسترد بعض اثرنا. لكن هناك قطع مستحيل، وانا بقول على مسؤوليتي وانا استاذ اثار بقالي 40 سنه، مستحيل ان تعود لان القوانين ليست في صالحنا، ولن تفرض فرنسا في اي اثر لديها، ولن تفرض في انجلترا في اي اثر، انجلترا في اي اثر لديها. المجموعات اللي وديت من الخليوي اسماعيل ومن الخليوي توفيق ومن الخليوي وديت النمسا والمانيا، بس عاوزين الزملاء المتحدثين يعني يتابعوا القوانين الدولية في هذا. أنا كمواطن مصري وهم كمواطنين مصريين، من حقهم وابننا نبيل اللي بيقول أنه إدارات البطيات في منافس الخروج البرية والبحرية والجوية دي من 30 سنة موجودة، من 30 سنة، وكل الاكس رايز وكل الالترا ساوند وكل الكشف باي نوع من الاشعه حتى على الحقائب الدبلوماسيه يجري ذلك الحقائب الدبلوماسيه. انما يا استاذ احمد انت تعلم وانت تواجه هذه الامور بشكل يومي، ان غاب الضمير خلاص انتهت القصه. الضمير قد يغيب والضمير قد يضعف واليد قد تمتد والنفس قد تضعف وبالتالي تخرج اثر مصر. ابقى معي دكتور نور الدين لو تسمح، يعني ابقى معي ساعود اليك مره اخرى، لكن قبل ان اعود للمناقشه دعونا نذهب مشاهدينا الى مواقع التواصل الاجتماعي. عمر فياض، ماذا لديك في هذا السياق عمر؟ في الحقيقه تعليقات عديده معبره جدا عن سخط المصريين من هذا الامر واستمراره. مصطفى يقول مصر كلها مسروقة، ما حدش يتكلم، هي جت على الأثر. تعليق لعلاء عباس يقول لأن هذه التجارة يديرها رجال الدولة، منهم قيادات في الجيش وقيادات في الداخلية ورجال أعمال، هذه المعلومات على عهدة صاحب الحساب. تعليق لأبو يوسف يقول الانقلاب يسرق قوت الشعب، فمن الطبيعي أن يسرق الأثار الفرعونية، هذا ما يراه أبو يوسف. أما وائل فيقول بيع يا عواد بيع، أحد الأمثال المصرية المتداولة في الشارع. تعليق لنرمين على تويتر تقول سلطة هشة وغير قادرة على حماية أملاكها. تعليق لزهرة الحياة آخر التعليقات تقول أنا نفسي يسرقوا الفرعون الكبير. طبعا أعتقد أنا له دلالة هذا التعليق. لا دلالة بالتأكيد، دلالة سياسية صحيح. الفرعون الكبير ده كان مسمى جه في احد افلام احمد السقا على ما اعتقد، اعتقدش ان هي كانت تقصد ده. شكرا جزيلا عمر فياض. اعود اليك استاذ نبيل فوزي، كنت قد تحدثت على انه يجب ان تكون هناك اجراءات صارمه وخصوصا على الحقائب الدبلوماسيه فيما يخص حتى نحمي اثرنا، لكن ماذا غير ذلك من وجهه نظرك حتى نحمي الاثار من الخروج الى خارج البلاد، عمليات التهريب بشكل عام؟ سيد نبيل، أتمنى بالطبع أن تسمعني عبر الهاتف وليس عبر التلفزيون. سؤالي ماذا يجب على الحكومة أن تقوم به لمنع تهريب الآثار إلى خارج البلاد؟ ألو، أنا سمعك سيد نبيل، تفضل. أولا هي احنا عملنا إجراءات كتير جدا، وبقت الوحدات الأثرية في المنافذ البرية والبحرية والجوية، بس احنا عايزين كمان نزود تزويد هذه الوحدات باجهزه كربون 14 عشان تساعد مفتشي الاثار على تحديد العمر الزمني بتاع القطعه الاثريه. نمره 2، الحقائب الدبلوماسيه بتخضع زي ما انا قلت قبل كده لاجهزه الكشف. نمره 3، موضوع الاثار اللي بتتباع في صالات المزادات لابد ان نلجا لمحكمه العدل الدوليه، لان دي اثارنا يا جماعه.
دي مش العمليه مش مستاهله ان احنا في قانون وما فيش قانون، في ضمير عالمي في يعني ضمير ما هو يعني مثلا الدكتور نبيل ادالك مثال يعني الخديوي اسماعيل اهدى بعض الملوك في وقته بعض الاثر بعض القطع دي، هتروح تقول لهم دي بتاعتنا زي ما اهديت من قبل حاكم مصر بشكل رسمي يعني؟ هقول لحضرتك على حاجه، طبعا انا ما عنديش خلفيه عن هذا الكلام، لكن انا خبرتي اللي قضيتها في المطار قدرت تقول ان احنا عملنا وطلبنا ونفذنا فعلا ان احنا عملنا مكاتب للوحدات الاسريه في خارطة البضائع، لدرجه ان احنا دلوقتي ممكن بنشوف كل حاجه بتطلع في بوليصه الشحن سواء خضار او غير خضار او موبيليا او بتاع، لان ممكن الاثار تتهرب في هذه الاشياء زي اللي اتقبض عليه قبل كده اللي هو كان مش عارف اسمه طارق ايه كده، ده كان اكبر واحد تاجر في الاثار، كان مهرب الموبيليا بتاعته، كان مهرب الاثار المصريه في الموبيليا. فاحنا النهارده عملنا مكتب في قاره البضائع عشان نمنع هذه الطريقه بالتهريب، ان يبقى امضه مفتش الاثار امضه مكمله في بوليسه الشحن، بحيث ان مفتش الاثار يشوف كل ما يصدر الى الخارج ويمضي في البوليسه يشوف، لان الاثار ممكن تتحط في طرد خضار في طرد موبيليا وده حصل قبل كده. على هذه الحلقة أشكرك شكرا جزيلا. السيد نبيل فوزي أحد المسؤولين بوحدات التهريب بالمنافذ البرية، كنت معي عبر الهاتف من القاهرة. أستمع إلى كلمة أخيرة منك قبل أن أذهب لضيفي في الاستوديو دكتور عبد الحليم نور الدين فيما يخص تهريب الآثار المصرية والعمل على إيقاف ذلك، ماذا تقول؟ أستاذ أحمد، ما أكثر ما لدينا بأنه لابد أن تكون هناك أولوية للعمل الأثري. التراث الأثري يمثل مردود ثقافي ومردود اقتصادي، ونحن بحاجة إلى المردود الأثري إلى المردود الثقافي والمردود الاقتصادي، لكن المشكلة أن الظروف التي تمر بها مصر لا تضع أي نوع من الأولوية لحماية التراث المصري، ولهذا علينا أن ننتظر قليلا أو علينا أن نهيئ الظروف التي يمكن أن تؤمن المناطق الأثرية بالأمن العالي وبشرطة السياحة والآثار أيضا الشرطة العسكرية وبكل أنواع الطائرات والمركبات الطائرات الهليكوبتر وغيره. إذن لابد لصناع القرار في مصر أن يضعوا أولوية لتراث مصر، لأنه برضو أكل عيشنا والآن ثقافة أجدادنا، لكن طالما أننا لا نضع أي أولوية ولا الاعتبار الكافي لحماية هذا التراث الذي إن ضاع منه أثر لن يعود، هيعود إزاي؟ ما هو خلاص أجدادنا انتقلوا إلى عالم آخر وإلى مكان آخر، فلن يعود هذا التراث، فندي الآثار أولوية. وأنا لسه كنت النهارده بتحدث في هذا في أحد البرامج في أحد القنوات المصرية، لابد من حماية أمنية قوية جدا مهما كانت التكلفة، لأنه آثارنا لها عائد مادي متميز من خلال السياحة ولا عائد ثقافي، ونحن جميعا نفخر بها في كل أرجاء الوطن العربي وفي كل العالم الخليجي. أشكرك شكرا جزيلا الدكتور عبد الحليم نور الدين أستاذ الآثار المصرية بجامعة القاهرة والأمين العام للمجلس الأعلى للآثار سابقا، وأعود إليك أستاذ صلاح. استمعنا من أكثر من طرف حول هذا الموضوع، تعتقد أن الأمر فقط أن ما فيش جدية في التعامل مع حماية الآثار أم أنه هو أوسع من ذلك بكثير يعني؟ الأخطر من ذلك أنا في كتاب عمله الأستاذ علي القماش، ده متخصص في الآثار، صحفي متخصص في الآثار، اسمه الاختراق الصهيوني للآثار المصرية. حاليا في محاولة لسرقة الحضارة المصرية ونسبتها إلى غير المصريين، سرقتها تجاريا وسرقتها كحضارة موجودة في الأصل بهذا الأساس وكلام سرقة الحضارة. هل تعلم أن اليهود حاليا بيطالبوا بفرعون موسى؟ طلبوا حاليا، أنا علمت أنه طلبوا من وزارة، عاوزين فرعون سيدنا موسى، وفي نواية جدية أنه السيد عبد الفتاح السيسي يسلمهم فرعون سيدنا موسى، طالبين منه. والله أنا بكلمك جد، أنا أقول لك على حاجة، لا أنا مش بهرج، لا أنا مش تهريج، هل لكن تعلم خلينا نقول ده الكلام ده جايبه زاهي حواس، زاهي حواس ورفاقه علي القماش قال الكلام ده في كتابه وزير الآثار السابق. زاهي حواس سمح لخبراء صهاينة موجودين للتحفير هنا في الحفريات بتاعتنا أنه يفحصوا الدي إن إيه بتاع الملوك المحنطين الفراعنة علشان خاطر يبحثوا عن هذا الفرعون ويحددوه. الكلام ده موجود في الكتاب والوضع اللي حصل. هل تعلم انه تل الفراعين اسمه بوتو تم نهبه، وده موجود في القضيه 2465 لسنه 2009، وامناء شرطه ومفتشي اثار قالوا انه شخصيات نافذه شاركت في ذلك، وانه اسرائيل بتقف خلف العمليه دي، هذا كتبه علي القماش في كتابه بالنص اللي موجود حاليا والوضع. هل تعلم انه في سيناء حاليا اليهود
خدوا الاثار زي قلعه صلاح الدين ونقوشاتها اللي موجوده عندهم ونقوشات موجوده وبيحاولوا ينسبوها ليهم للعبريين والعبريات وبهذا المنطلق والوضع ده والكلام ده. هم ورا خلف هذا الستار. السادات يعني بمناسبه اهداء الملوك، السادات اهدى 100 قطعه اثريه، مهدي النكسون قطعه، والفرنجي جاسكار ديسكان قطعه، سوزان مهدي القطعه، الاميل داماركوس والوضع ده وكلام من ده. ما دي قطعة أهدية بشكل رسمي وبالتالي. قطعة مهدية بشكل رسمي القطعة والوضع، وأيضا مبارك نفسه وسوزان أهدوا أثار بشكل رسمي. القانون بتاع سنة إذن الحل مصر فيها من سنة 1838 قانون بيجيز للبعثات الأجنبية أن تقتسم الأثار بالنص القانون. صحيح. وبعدين عدل بالقانون، وهذا الأثر خرج بهذه عدل بالقانون سنة 1935 يتيح 10% فقط أنها تاخدها وللعرض فقط، ما تتبعش في امور تجاريه. يعني القانون سنه 1000 من العرض. انا ولذلك انا بستغرب اللي بالدول العالم تبيع، يعني تسرق الاثار مننا وتروح تبيعها. طب ما انا القانون بيمنع كده. هذا الاثر خرج القانون الدولي خرج بشكل رسمي في اقتصام الاثار حضرتك تكلمت عنه. واضح ان الموضوع محتاج لي يعني لمرات نقاشيه. الموضوع كبير وخطير، يعني احنا ناقشنا منه الخطوره الادنى. نعم، شكرا جزيلا الكاتب الصحفي صلاح بديوي، مؤسس ناصري ضد الانقلاب، اشكرك شكرا جزيلا. مشاهدينا، عرضنا في مصر الليله متواصل معكم وفيه بعد الفاصل. البرازيل تتهيأ لاسدال الستار على المونديال بنهائي يجمع الماكينات الالمانيه براقص التانجو للمره الثالثه. من يظفر بالنسخه العشرين لكاس العالم؟ المانيا صاحبه الالقاب الثلاثه ام الارجنتين التي تمني نفسها بحصد لقبها الثالث؟